السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. بدنا نستنى دقيقة ونبلش إن شاء الله. أهلا يا شباب، إن شاء الله أموركم تمام وعلى ما يرام. عدد الحضور قليل جدا فليكن، ما عنديش مشكلة. المشكلة راح تكون عندهم هم. طيب، وصلنا بالأول، بس يا ريت تتأكدوا الصوت مسموع كويس. دكتور مسموع. ممتاز، شكرا يا شباب. وصلنا النقطة لهي النقطة في المحاضرة امبارح عند الـ User Defined Primitives، و ما حكيناش أي إشي عنها. أجلنا الكلام كلياته لمحاضرة اليوم على أساس أن يكون تكون محاضرة أو موضوع جديد في محاضرة اليوم. فـ User Defined Primitives، كلمة Primitives سمعنا عنها قبل هيك في System Primitives، حكينا عن الـ AND والـ OR والـ NOT كـ System Primitives، بمعنى أن هي عبارة عن Logical Operations معرفة بالأصل ضمن السيستم، ولذلك اسمها System Primitives. السؤال هون، عملية الـ AND وعملية الـ OR وعملية الـ NOT هي عبارة عن عمليات Logical، الـ XOR كذلك الـ XNOR. السؤال الآن، Can you define
your own primitive? Can you create your own logic device أو truth table بحيث إنك أنت تعرف هذا الديفايس كلوجيكال فانكشن وبعديها تستطيع استخدامه مثل السيستم primitives زي الـ and, الـ or أو الـ not. Is this feature available في الفيرلوج؟ طبعاً الجواب هو نعم. فلتمييز الـ primitive الأصلي عن الـ primitive اللي بعرفه اليوزر في إلهم كلمتين مختلفات. System primitive عادة refers to the original primitives اللي أصلاً بتيجي معرفة من ضمن السيستم. الـ primitives اللي معرفة من قبل اليوزر user اسمها user defined primitives أو اختصاراً بسموها UDPs. اسمها UDP معروف أكثر من user defined primitives UDP. So how do you create such a thing؟ كيف ممكن تعرف primitive خاص فيك وكيف بعد ما تعرفه ممكن إنك تستخدمه؟ هذول النقطتين اللي راح نجاوب عليهم الآن. الأولى كيف ممكن تعرف user defined primitive خاص فيك؟ الأمر الآخر كيف ممكن تستخدمه؟ بالنسبة للسؤال الأول كيف ممكن نعرف UDP خاص فينا؟ بالنسبة لل UDPs في شوية rules. Do not use the keyword pair module and module. هاي أول شغلة بتميز ال user defined primitive عن غيره إنه ما بيبدأ بكلمة module and و end module بالرغم إنه حكينا إنه أي circuit بدنا نعرفها أو أي دائرة بدنا نعملها modeling المفروض إنه نبدأها بكلمة module و end module. والسبب بسيط إنها هاي مش دائرة، إحنا تعرف في parameter جديد خاص فيك، primitive جديد خاص فيك. فبالتالي بدل module و end module نستعمل كلمتين اللي هي primitive و end primitive. تمام؟ طبعا رح نيجي نشوف example، لكن نطلع على شوية الرولز هاي قبل ما انه نروح نشوف الاكزامبل. اول واحدة من الرولز بعد primitive و end primitive انه ممنوع ان يكون عندك output واحد لأي primitive انت بتعرفه. كيف يعني؟ الـ AND gate هي معروفة إنه تأخذ 2 inputs وتطلع لك 1 output. الـ OR gate نفس الإشي. الـ NOT نفس الإشي، بتأخذ 1 input 1 output. لو كان عندك في AND gate إلها 3 inputs 4 inputs بغض النظر عن عدد الـ inputs دائماً الـ output للـ gate هو 1. لذلك أو مش لهذا السبب تحديداً، لكن كـ primitive ممنوع يكون عندك غير فقط output واحد. ممكن واحد يجي يقول أنا عندي truth table، لكن هذا truth table بدل ما بدي يكون ال one output بدي يكون two outputs، هو نفس truth table. فمثلا ممكن نعمل truth table على سبيل المثال، نيجي هون بس معلش. فعلى سبيل المثال يكون في عنا هنا truth table مثلا هنا لو قلنا عنا هون مثلا A B و C عبارة عن truth table. طبعا هون كل ال combinations اللي تعرفوها انتو لعند ال 111 ماشي. ويحكي هنا في عندي انا هون F which is the output function. طبعا f راح يكون له قيم معينه هون بناء على الفاليوز اللي للانبوت للتروث تيبل حسب انت معرف. لان هذا التروث تيبل لوحده ممكن اعمله كـ UDP، لكن لو افترضنا انه عندي هون مثلا بجانب الاف على سبيل المثال عندي مثلا y، y is a function ماشي، وايضا له قيم بناء على الانبوتس. ك user defined primitive ما بتقدر انك انت تيجي تعمل بلاك بوكس هون وتقول انه هذا الانبوتس لهذا البلاك بوكس هم عباره عن A و B و C والاوتبوتس عباره عن F و Y. ما بزبط هذا الكلام. البريمتيف المفروض تشتغل على one output only، فبالتالي المفروض يكون عندك فقط هيك
فقط output واحد. شو بدك تعمل إذا كان عندك أكثر من output بدك تجمعهم ك user defined primitives؟ بدك نوعا ما تعرف ل if لحالها ولا y لحالها وتعمل some sort of combination بين الاثنين، لكن كأنك تطلع two outputs من ال UDP هذا شيء ما بصير. تمام؟ ف only output. بالنسبة للليستنج وال بنشوفهم في الصاب مش راح احكي الان. تمام. Other rule, there can be any number of inputs. قد بدك inputs مش مشكلة طالما عندك one output. بالنسبة للorder والsequence زي ما هم في نيجي نحكي عنها الاكزامبل افضل بشكل اوضح بتبين في الاكزامبل. The truth table is included within the keyword table وانت هاي يبدو في another keyword. تمام. That must be used and they will host truth table. هو هذا التابل اللي أصلاً بدي أعرفه، فلازم أتعرف بطريقة ما بفورمات معينة، وهي أوضح إن نشوفها في التابل. كمان هون the values are listed in order. عندنا هون النقطتين فوق بعض والفاصل المنقوطة، الأفضل لهم هذول نطلع عليهم بس نشوف الإكزامبل هذول النقاط. Okay, so no predefined primitive describes sequential logic. ما في عنا أي primitives أصلية توصف sequential logic. Sequential logic المقصود فيها الفليب فلوبس. تمام؟ لكن إذا بدك تعمل sequential user defined primitives, you can do that. ماشي؟ There are some rules زي أن يكون الoutput declared as a red. والكولوم لازم تكون بمبدأ state state، إلها طريقة معينة إحنا مش راح نخوض في تفاصيل ال sequential logic الآن، لكن بجوز كثير جدا الآن نروح نشوف مثال، نشوف هاي النقاط كلياتها. تمام، كيف ممكن إنها تطبق. فعندي هون example خلينا نطلع عليه ونشوف الرولز اللي فيه. فهون بقول إنه عنده truth table معين، هاي A B C، ال output D بالنسبة له. خلينا بس نشوف الترتيب. A و B و C هما عبارة عن ال three inputs. زي ما شايفين هذا السطر كله عبارة عن comment، يعني السيستم ما بيشوفه. هذا السطر معمول للبرمج أو للبراجع الكود، بمعنى اليوزر اللي بده يطلع على الكود بحيث انه العمود الاول شو هو والعمود الثاني شو هو والعمود الثالث. السيستم بيجي القيم مرتبه بهذا الشكل، فبده يشوف عند value space next value space next value، بعديها نقطتين output، وبعديها فاصله منقوطه. تمام، هذا عباره عن المين ترم الاول شو جوابه. بالنسبه إلنا إحنا أسماءهم A, B, C، بالنسبة له هذا عبارة عن المتغير الأول، المتغير الثاني والمتغير الثالث على نفس الترتيب اللي راح يوردوا فيه في الفانكشن. فطلعوا كيف الفانكشن أصلاً البورت ليست معرفة فيه. فالبريمتيف إند بريمتيف هاي اللي حكينا عنها قبل شوي، ماشي. ال UDP هون معطيه اسم UDP underscore 02467 whatever، هذا الاسم له معنى عنده لكنه عبارة عن اسم غيروا لأي اسم بدكم إياه يطلع هون. بعدها في البورت ليست نبلش بالأوتبوت اللي هو الأول، بعدها followed by the followed by the inputs، معناها كالتالي إنه هذا هو الأول، هذا هو الثاني، هذا هو الثالث، واللي بتوقع يكون ترتيب الأعمدة بناء عليه. فالعمود الأول لازم يكون لأول location بعد الدي، الثاني بعد الثاني، الثالث بعد الثالث، وهكذا إذا كان أكثر من ثلاثة. So this is your output. تمام؟ طيب كيف بدنا في الـ UDP؟ زي ما حكينا قلنا إنه ضروري جدا تستعمل كلمة primitive and primitive عشان تعريف الـ UDP. So primitive اسم للـ primitive اللي بدك إياه. طبعا ضروري جدا ان ما يكونش البريميتيف الاسم اللي بتحطه هون من اسماء الاوريجينال بريميتيفز او اسم كي ووردز، هاي
يعني باي ديفولت المفروض ان نكون فاهمينها، ممنوع اني استعمل اسماء بكلمات محجوزه. تمام، عندي دي اي اي سي البورت ليست، بعدين بقول له انه الاوتبوت هو عباره عن دي. تمام، عندي هون تيبل، كلمه المحجوزه اللي هي تيبل، والان هون المفروض اني اعمل التروث تيبل اللي عندي زي ما هو معرف. فبقولنا هون انه بده التروث تيبل ل دي اي بي سي سميشن ل 0 2 4 6 7، يعني انه الفانكشن دي اوف اي بي سي يساوي مجموع المين تيرم 0 2 4 6 7. اذا بتشوفوا هون هاي عند المين تيرم 0 1، عند المين تيرم 1 0، هاي اللي تعلمناها في الديجيتال لوجيك كيف انه نبني truth table من خلال boolean function معرف على انه summation of some sort of terms. تمام، فهي truth table عندي كاملة. طبعا ممكن truth table يكون من اكثر من 3. هون example عندنا فيهم 3 variables، بس ممكن يكون 4 5 اللي بدكم اياه، مش مشكلة، عدد الانبوتس ليس اشكال، المهم يكون في output واحد. end table و end primitive. تمام، فهذا اكزامبل كيف ممكن يتعرف. خلينا نشوف اكزامبل كيف ممكن انه نعرفه ونستخدمه. فهون في هاي الدائره بقول استعمل اليو دي بي اللي انت هون برمجتها 02467 هون مسميها هاي السيركت، هيك اسمها. فبقول انه لها اي بي سي، الاوتبوت لها اي ماشي، والاي كمان بيكون عبارة عن input لأند gate ثانية مع another input which is called D عشان يكون F. المطلوب الآن إحنا نبني هاي الدائرة كاملة. تمام؟ طبعا هاي الدائرة بشكل كلي هي دائرة مكونة من 4 inputs و 2 outputs، فكلياتها لازم تنضم داخل موديول. فخلينا نشوف. طبعا على افتراض انه احنا كاتبين هذا الكود للبريمتيف، ماشي، على افتراض انه احنا كاتبينه، خلينا نشوف هون شو بدنا نعمل. سو موديول لهي السيركت كلياتها اسمها هيك ومسميها سيركت وذ يو دي بي. اي واف هم عباره عن الاوتبوتس، اي بي سي دي عباره عن الانبوتس، فهاي الاوتبوت اي واف الانبوت اي بي سي دي. هون لازم فاصله منقوطه. مش عارف ليش معاملها على انها صوره مش اديتابل، نشوف ليش، بس لازم فاصله منقوطه هون. بعدين شو عامل؟ عامل instantiation، يعني كيف بقول and or بنفس الطريقة اللي انت استعملت فيها ال and وال or وال not، هون بستعمل فيها ال UDP. فكأنك بتقول هون and أو not أو nor أو whatever، بستخدم بداله اسم ال UDP اللي انت عملته followed by whatever is supposed to be the output. هون في حالتنا ال output هو عبارة عن E، صح هون احنا معرفين انه A B C D، لكن هذا عبارة عن parameter اللي يتمرر من خلاله، يعني ما فيش significance للاسم ال variable الحرف اللي موجود هون، فبدنا نمرر من خلاله ال output. ال output yes A B C عبارة عن ال inputs اللي عندنا هون على ال UDP. تمام، هيك بهاي الحالة بده يروح ويحسب ال whatever الانبوتس هاي بتعطيه ويشوف شو الاوتبوت بده يطلع بناء على التروث تيبل اللي عنده، ويعطيني الفاليو تبعت اي بناء على هذا الكلام. ثم بعدين صح اي عباره عن اوتبوت لكنه ايضا عباره عن انبوت مره ثانيه للاند جيت. فزي ما انتم شايفين هون هاي عندي هون اند، لان هاي سيستم بريمتيف، اف لوت اي ودي، اي ودي كان على اساسها اني احسب ال output F من خلال اللي بيطلع من الـ UDP وبناء على قيمة D و end module. تمام؟ هاي طريقة
ممكن احنا نستخدم يعني اليو دي بي انه هو كانه هو عباره عن جيت، لجيت احنا بنقدر نفصلها على اي تيبل بدنا اياه. تمام؟ اي اسئله لا عنده؟ طيب ممتاز. اوكي، في عندنا كمان other sort of source gates رح نستعملها فيما بعد خاصه في المالتيبلكسرز. مثلا في عندنا البفرز وعندنا الانفرترز. زي انتم عارفين الانفرتر هون بيعكس الاوتبوت، الاوتبوت عباره عن انفرتد نتيجه وجود البابل. بالنسبه للبفر ما في بابل، بالتالي من ناحيه لوجيك الانبوت هو الاوتبوت، لكن البفر اللي هون you have the capability to isolate the output from the input if you wish وجود البفر or to give it extra power if you wish. فكيف البفر والنوت بيستخدموا؟ النوت شفنا لها example قبل هيك، فهي النوت in الاوتبوت مع الانبوت. بالنسبة للبفر لها keyword bf، مش رح نستخدم البفر throughout the examples for this course، لكن state buffers رح نستخدمها لأنها ممكن من خلالها أعمل disconnection ما بين الـ input والـ outputs الموجودة هون، لكن على الأقل نعرف إنه في هذول الـ two gates. أوكي. في عمل branching من الـ outputs، لكن مش حابب إني أدخل في هذا الموضوع. خلينا يعني ركز على فكرة إنه دي output وات من الـ inverter أو من البفر. تمام؟ other sorts of gates هون مثلا tri-state، هاي tri-state buffer هون ركزوا عليها مشان بالضبط شو معنات tri-state. أعتقد أنكم تعرفوا، بس للتأكيد معنات tri-state buffer. فخلينا نيجي نقول كالتالي، احنا في عندنا هون مسار عباره عن الانبوت، تمام، وعندي هون الاوتبوت. اوكي، سو ذس از يور ان اند ذس از اوت. الان خلينا نيجي نحط هون انفرتر، اسهل انفرتر بالنسبه لنا، ونشوف شو العلاقة هون ما بين الـ input والـ output كـ truth table بسيط. تمام؟ فالـ input ممكن تكون 0، ممكن تكون 1. الـ output بناء على هذا الكلام بده يكون عبارة عن عكس الـ input، زي ما احنا عارفين بده يكون 0 1، أو إذا 1 بده يكون 0. هذا الـ inverter العادي. الآن ممكن إني أنا أصنع inverter يكون إله enable أو control زي ما بدكم سموه، خلينا نسميه enable. زي ما بتعرفوا الـ enable means to activate or to deactivate a certain circuit enable. فعلى سبيل المثال إذا بتذكروا لما كنتوا تعملوا decoders أو multiplexers كبيرة من multiplexers أصغر أو decoders كبيرة من decoders أصغر، كنتوا تستخدموا الـ enable to turn off or turn on specific circuits. الآن الـ enable ببساطة هو يعتبر أيضا input، ففي truth table الـ enable بده يبين عندي هون كإنبوت. تمام؟ الـ enable ممكن يكون on أو ممكن يكون off، طبعا بالإضافة ممكن يكون active low أو active high، لكن مشان نفهم خلينا فقط نركز على جزئية إنه enable زي ما هو عندكم، إذا 1 الدائرة شغالة، إذا 0 الدائرة شغالة، يعني active high. So هاي الأوبريشن اللي هون راح تكون valid إذا الـ enable كان 1، يعني إذا الـ enable 1، إذا الـ inverter شغال معناته الـ output هو عكس الـ input. لكن إذا الـ enable 0، إذا الـ enable off، شو مقدار الاوتبوت بغض النظر عن الانبوت اللي هون سواء كان 0 ولا 1؟ What is the value of output؟ معناتها من الدائره اوف، معناها ببساطه انه يكون في عندي disconnection ما بين الانبوت والاوتبوت. في هاي الحاله الاوتبوت عندي هون ما لهوش اي ربط
الكتروني مع الانبوت، وبالتالي زي ما احنا عرفناه مره اي شيء ذات از فلوتينج هو عباره عن ايش؟ عباره عن هاي امبيدنس. لهذا السبب هاي اسمها تراي ستيت بافر. تراي معناها ثلاثي، تراي ستيت. ليش؟ لانه الاوتبوت باخذ ثلاث قيم، الاوتبوت ممكن يكون زيرو، ممكن يكون واحد، او ممكن يكون هاي امبيدنس اذا الانيبل او الاكتيفيشن هاي له اوف. طيب ممكن نيجي نعمل جيت ثاني. طبعا مثلا هون ممكن نيجي نفس هاي الجيت الانفرتر اللي هون، ماشي، ونقول انا الانيبل اللي عندي بدي اياه اكتيف لو، يعني ات ويل بي اكتيفيتد اون زيرو. فبهاي الحاله التروث تيبل اللي عندنا الاي والان والاوت راح يكون قريب جدا للتروث تيبل اللي عملناه هون، تمام. فهاي عندي الزيرو ال1 طبعا هون 1 0 طبعا هون دونت كير زد، على اعتبار انه اول ثنتين لما يكون الانيبل 0 وهي لما يكون الانيبل 1 لانه اكتيف لو نتيجه لوجود هاي البابل الموجوده هون، تمام. ف this is an inverter او تراي ستيت انفرتر with an active low enable او active low control. مش مهم التسميات بقدر ما هو مهم فهم الاوبريشن. ايضا ممكن نعمل احنا بافر هون اللي هو ما له بابل، ما بغيرش في اللوجيك، تمام. فهذا الانيبل، فهي الان وهي الاوت. وزي ما انتم عارفين الفرق بين البفر وما بين الانفرتر انه البفر ما بغير في قيم اللوجيك، يعني الانبوت 0 بضل الاوتبوت 0 طبعا اذا اكتف 1 1 اذا اكتف، اذا مش اكتف الاوتبوت عباره عن هاي امبيدنس. وممكن كمان يكون عندي هنا تراي ستيت بفر وذ ان اكتف لو اوتبوت، وهي كل الحالات موجوده عندكم. طبعا مسمي الانيبل لاين مسميه كنترول، تمام. فهذا عباره عن انفرتر، عفوا ان بفر، اذا الانبوت 0 الاوتبوت 0. If the control is active, if the control is not active, then the output is a high impedance. ونفس الإشي بنطبق على كل واحد من هذول. فإلهم أسماء. هاي شو اسمها؟ Buffer، لأنها buffer. If buffer if واحد. ليش؟ لأنه الكنترول واحد. لما يكون الكنترول one هاي بتكون active، فش عنا bubble هون. فبفر اف 1، تمام. الثاني نوت، لانها نوت جيت مش بفر، بي يو اف ان او تي نوت اف ايضا 1. لان هاي خلينا نشوف شو بدها تطلع، نتوقع شو البريميتيف تاعها بدون ما انه نشوف. هاي عباره عن نوت، فراح تكون نوت F. شو رأيكم؟ 0 ولا 1؟ 0 not F 0 لأن هذا الكنترول له bubble. طبعا هايهم استخدامهم هون عادي جدا زي أي استخدام gates. فهي ال primitive followed by the gate name if you wish to give a gate name for the gate. بعدها عنا ال output will end and of course you have the control. كنترول هون بيجي عنا بالترتيب راح يكون اخر واحد، تمام. لازم يكون على هذا الترتيب لانه هي اصلا بريميتيف اوريدي معرفه. شو ممكن نستفيد من هذول الجيتس؟ خلينا نيجي نعمل ديفايس بسيط جدا اللي هو 2 باي 1 مالتيبلكسر. هاو كان وي امبلمنت ا 2 باي 1 مالتيبلكسر؟ طبعا هي مش الطريقه الوحيده لكن طريقه من الطرق. ف to make a 2-to-1 line multiplexer زي ما انتم شايفين عندي هون 2 inputs اللي هم A و B، 1 output اللي اسمه M out، وعندي select. now if select is equal to 1 معناها انا بدي اختار ال output الاول، يعني M out will be equal to A. if select is equal to 0 معناتها M out should be equal to B. الجملة اللي حكيتها الآن إنه if select is equal then else if ممكن تنعمل
تنكتب في الفيرولوج، لأنه زي ما اتفقنا أن الفيرولوج مبني على السي، والإف ستيتمنتس موجودة أصلا في السي، فممكن لكن لحد الآن إحنا ما استخدمنا هذا الأسلوب لأنه لسه مركزين فقط to how to model using logic gates and boolean functions زي ما شفنا في محاضرة امبارح. فهون كيف ممكن نعمل الـ gate level modeling أو كيف ممكن ينبنى، زي ما أنتم شايفين هاي جينا هون لبفر، وهون عندي كمان بفر، هاي البفر active high، هاي البفر اللي هون active low. فببساطة هاي buffer F1 M out A select أو buffer F0 M out B select and there you have a 2 to 1 line multiplexer. تمام؟ فالموضوع بسيط. إذا بدنا نعمل multiplexer أكبر بنفس الطريقة هاي ممكن يكون الموضوع صعب، زي ما حكينا مش رح نضلنا شغالين في موضوع الـ gate level implementation. على سبيل المثال عندي هون another circuit another example إنه كيف ممكن نعمل 2 to 4 line decoder، لأن decoder بنعمل بأكثر من طريقة، منها الطريقة هاي مش شرط إنه لو لزمك decoder في دائرة معينة إنك تلتزم في الطريقة الموجودة هون أو تستعملها بالgate level. بالعكس لما قدام شوي لما نروح للbehavioral modeling رح تشوفوا إنه أريح إنه ما نستخدم logic gates بالأساس. فعندي هنا الـ internal diagram الـ internal structure للـ 2 to 4 line decoder. باستخدام طريقة الـ gate level modeling أو حتى modeling على مستوى الـ boolean functions، زي ما أنتم شايفين لازم يكون عندي علم بالـ internal structure إلو، بينما لو أنا فاهم آلية عمل 2 to 4 line decoder مش ضروري إني أعرف الـ internal structure، ممكن مباشرة حسب فهمي للآلية أكتب الكود بدون ما يكون عندي علم مفصل بشو الـ gates كيف مركبة من جوا. لكن هون على افتراض هذا الكلام الموجود عندنا، عندنا هون example 2 to 4 line decoder with an enable، معها enable، وهي الانيبل ببساطة اللي راح تعمله انه it will activate the device or deactivate the device بناء على قيمتها انها 0 او 1 حسب التروث تيبل اللي عندنا هون. زي ما انتم شايفين الانيبل is an active low which means if E is 0 the device is active and will work, if E is 1 the device will not work. وايضا ملاحظين انه الاوتبوت 70 الديكودر كلياتهم معكوسين لانه حاطط هون حاطط بابلز على الديكودر، فجميع الاوتبوتس انفيرتد بمعنى انه طبعا هاي زيرو مش 1، هاي كمان خطا مطبعي مصدرها الكتاب. فال line that is active is equal to 0 not equal to 1، الانفيرتد لوجيك اللوجيك معكوس. لكن أهم من هيك خلينا نشوف كيف بده يعمل المودلينج. طبعاً أكم إنبوت عنا هون 1 2 3، أكم أوتبوت 4، so الموديول عنا رح يتعرف على 4 على 3 زائد 4 7. نشوف كيف هو عامله D A B E، طبعاً هذول 4 مش 7، وين راحوا البقية؟ البقية ببساطة إنه D بدوش إياه يكون عبارة عن متغير واحد، لأنه ممكن يكون 8 أو 16 بت بدي يعرفوا كأري، فحطوا دي هون. طبعا تحت لازم يعرفوا كأري A B E، A و B الانبوتس، E عبارة عن الانيبل لكن هي عبارة عن انبوت، وزي ما انتم شايفين هون الاوتبوت D هو من 3 ل 0. This is an array, one dimensional array، وهي بديلة عن انك تقول انه عندك D3 D2 D1 و دي زيرو. لأربعة لاثنين ممكن تكتبهم مفرقين بالواحد، لكن لما يكون عندك باصز من 8 بت ومن 16 بت صعب انك انت تيجي تعملهم ليستين كلياتهم. الطريقة الافضل انه نكتبهم كاري بهذا الشكل. فهاي اختصارا لدي 3 دي 2 دي 1 دي زيرو، زي ما اتفقنا انه الرقم اللي هون دائما بيحتل الموست سيجنيفيكانت بارت من العدد. اوكي سو شو عنده انبوت اي بي اي، وبعديها بيجي بقول اساين كونتينوس اساينمنت تاعت امبارح، هاي اللي هي اذا تغير اي شيء من الارجيومنتس اللي داخل اللي بعد اليساوي هون، اي شيء هون بتغير راسا
القيمة هاي بدها تتعدل حتى لو ما كانش الاكسكيوشن عندها. تمام؟ حتى لو ما كان الاكسكيوشن عندها اي قيمة هون تتغير رأسا بده يتعدل الفاليو. فassign d of 0 خاطب العنصر رقم 0 في الاري بانه هو عبارة عن البوليان اكسبريشن هذا كلياته. ها هي d of 0 عبارة عن ناند جيت زي ما انتم شايفين. كان بامكانه يكتب هنا ناند ويحط كل البارامترز تاعين الناند، لكن ممكن هيك اسهل. ماشي، انكتبت كبوليان اكسبريشن. وزي ما بنعمل d of 0 بنعمل d of 1 d of 2 الى اخره. تمام، طبعا هاي هون الشيء هاي النجمه. تمام يا شباب، هاي حكينا عنها امبارح. اي استفسار لعند هون؟ ممتاز. اوكي، اعتقد انه هاي السلايد خارجه عن مكانها. ماشي الأمر، خليها محلها مش إشكالية هاي سلايد. خليني أنا وياكم الآن بدي تساعدوني، معلش لمنكم منعوس يصحصح لأن بدي مساعدتكم الآن. إحنا تعلمنا كثير، فحسب المعلومات اللي تعلمناها باستخدام المعلومات هاي بدي أنا وياكم نعمل سيركت. ماشي، فمش موجود هون السيركت، احنا بدنا نعملها. وهاي هون اللوح تبعنا. شو هي السيركت اللي بدنا نصممها انا وياكم الان؟ طبعا بدي اياكم انتو تساعدوني. اللي بدنا نعمله ببساطة بدنا نعمل التالي، بدنا نعمل 4-bit adder بس. تمام، من خلال المعلومات اللي تعلمناها فقط. تمام، الآن أنا بقدر أساعدكم أقولكم إنه هذا 4-bit آدر بده ياخذ عددين، كل واحد مكون من 4 بت، هاي العدد الأول والعدد الثاني. تمام، وممكن كمان أحكي لكم إن هذا عبارة عن العدد الأول مثلا من 3 ل 0A، أو خليها هيك A3 A2 A1 A0. تمام، والعدد اللي عندنا هون هو B3 B2 B1 وB0. في الحال طبعا عندنا الـ output اللي راح يكون عبارة عن sum 4 sum 3 sum 2 sum 1 sum 0. وانتم عارفين انه هذا الصم هو بالاساس الاربعه هو عباره عن الكري اللي بده يجي من خلال عمليه الاديشن. تمام، بدي اياكم الان تساعدوني في تصميم هاي الدائره فقط من خلال المعلومات اللي بنعرفها. فالموضوع عندكم، شوروا علي شو بدي أعمل.
دكتور بنقدر نعمل أساين الكري والسم لأول بيت مع أول بيت، والكري نحطه مثلا بـ A1. تقدر تعمل هيك، بس كهنت ماشي، بدناش نفكر في الاساين، او ممكن نفكر في الاساين، بس خلينا بالاول هذا الديزاين الكبير نكسره لديزاينز اصغر. متذكرين الشجره اللي عملناها ديزاين كبير نعمله من ديزاينز اقل منه؟ ساعتها ممكن تعمل الاساين بطريقه مختلفه. هون يعني بدنا نعمل هالف اوردر وثلاث فل اوردر. ممكن هون اي انبوت كاري من برا، ايش انبوت كاري بتحبوا نحط واحد بنحطه، نجيب هون كاري خارجي سي ان، اذا بدنا سي ان هون اذا سي ان ماشي الحال، ومشان نكون كومباتبل نعمل هاي ايضا نكون اسمها سي اوت. كيف بدنا نعمله اصغر؟ الفوربت ادر كيف ممكن نعمله من ادرز اصغر منه؟ هاف ادر فور ادر. اشرف انت يعني جبت الموضوع، شو نعمل بالضبط؟ احنا عانى مهم تقريبا حوالي ربع ساعه اكثر شوي صغيره قبل ما تنتهي المحاضره، وبدي اعطي اي شيء جديد. انا فقط بدي هذا الاكزامبل انتم تحلوا، يعني المحاضره الان محاضره ديسكشن، تقدروا تحكوا و زي ما بدكم، مش مهم اللي حكيت انه اذا بتحكوا صح او غلط، مهم انه نتعلم. بنقدر نعمل فل ادر اول بيت مع اول بيت، تمام. الكره اللي بيطلع منه هو نفسه سي ان للفل ادر الثاني، تمام. بمعنى اخر انه بدنا نجيب الديزاين الكبير ماشي، نعمله ديزاينز اصغر منه واحد، كم واحد من دول كل بلوك اللي هو مثل فول ادر. مظبوط هيك؟ عليكم انتو الديزاين، انا شوية صغيرة بحاول اوجهكم بطريق محددة. بعد هيك طبعا هذا مش اضافي، هذا هو الفول ادر، هذا المفروض يكون جوا الفول ادر. بعدين كم اول في الادر بندخل له A0 B0، تمام، والسي ان برضه، تمام. فهي عندي كل واحد من الفول ادر فول ادرز عفوا ماشي الحال، وهون في عنا هاي الانبوت، وهون في عنا الاوتبوت الكاري، وعندي هون النتيجه. فالمفروض انه يكون عندنا هون اللي هم عباره عن بي 0 اي 0 بهذا، تمام. منيح هيك ماشي انا مزبوط؟ تمام. وهي هون سي ان، وهي سي اوت، ودي هون
S3, S2, S1, S0. دكتور في كمان من كل فل ادر كذا بيطلع، معلش تعيد. من كل فل ادر بيطلع كاري بدخل على الفل ادر اللي بعده. نعم 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 صحيح، هذه خطوط المفروض انها تكون هون. شو رايكم هيك؟ هذا هو الديزاين تاعنا بهذا الشكل الان. هذا هو نفس الفوقاني مزبوط؟ صح هيك؟ غالبا صح، غالبا صح، هو صح تمام. لعند هون امورنا ممتازه، الفول فور بت ادر الديزاين الكبير عملناه ديزاين او عملناه باستخدام موديولز اصغر منه. طبعا الفول ادر هو فول ادر هو فول ادر هو فول ادر، بمعنى انه لما بدي اكتب له كود في الشيء داعي اني اكرر الامر اربع مرات، بكتب واحد وبناديه اربع مرات. متذكرين الكاونتر؟ بس نوصل للمرحله هاي بنفكر فيه. طيب بعد هيك شو بدنا نعمل؟ بنبني الفل ادر نفسه. اوكي بدنا نبني الفول ادر نفسه. كيف بتحبوا تبنوا الفول ادر نفسه؟ هاي هون تصميم الفول ادر لحاله تمام. فهاي الفول ادر، الفول ادر المفروض يكون كالتالي، المفروض انه يدخل له 2 بيتس ويخرج منه 2 بيتس ايضا، بغض النظر عن المسميات اللي هون. لو سمينا البت اللي هون اكس او خلينا نسميها اي بي بيهمش، هاي هون عندنا اي وعندنا هون بي، البت اي والبت بي، بيطلع لنا هون السم وبيطلع لنا هون الكاري. طيب جوا شو في؟ في فول ادر، بس شو هو الفول ادر؟ نقدر نعتبره 2 هالف ادر، ممكن نعتبره تو هاف، ممكن انه تيجي للفول ادر تعتبره تو هاف ادرز وتدمجهم مع بعض، وممكن تعتبره 1 فول ادر. خلينا احنا نعتبره 1 فول ادر، يعني بدناش انه نضلنا ننزل في الجيتس، خلاص عند الفول ادر ونوقف. طبعا هذا الخيار هو خيارنا، يعني ممكن انا امشي بطريق انه بدي اياه فول ادر وما انزلش اكثر من هيك في التقسيمات، وممكن حدا ثاني انتو مثلا اي حدا فيكم يقول لا انا بدي اصلا في عندي موديول للهاف ادر، بديش انا ارد ابني موديول جديد، بدي استعمل الفول ادر من تو هاف ادرز. فهذا الخيار عندكم، بس هون خلينا نمشي مع الخيار التالي انه نعتبره وحده واحده. فعندي هون اي بي، عندي هون السم، وعندي هون الكاري. طبعا انا في الجيت ليفل موديلنج اللي بعرفش غيره لحد الان بلزمني الانترنال ستراكشر مظبوط. A و B هم عبارة عن الانبوتس 0 0 0 1 1 0 1 1. انا مش متذكر شو الانترنال تاعين الفول ادر، لكن ممكن اجيبها تمام. فعندي هون السم 0، عندي هون الكاري ايضا عبارة عن 0، هون عندنا 0 اي عفوا هون عندنا 1 1 وهون عندنا 0 1 اللي هي الأخرانية. بس الخط راح يطلع شوي لأنه بشتغل على الباد، فصل الماوس عندي 0، وهون عندنا أيضا الكاري عبارة عن 0 وهون عبارة عن 0. شو رأيكم هيك؟ صفر زائد صفر صفر صفر، صفر زائد واحد واحد والباقي صفر، واحد زائد صفر واحد والباقي صفر، واحد زائد واحد صفر والباقي واحد. كويس هيك؟ الآن شوفوا شو الطرق اللي ممكن تطلع عندكم أيضا. ممكن إنكم
تقولوا اني انا بدي الصم لحاله والكاري لحاله واعملهم يو دي بي على سبيل المثال يوزر ديفايند بريميتيف، او ممكن تيجوا تقولوا انا هون بدنا نجيب، احنا هون بدنا نجيب الصم اللي هي راح تكون عباره عن الاند، هي عباره اس معلش خلينا هون يجي نقول نعرفها مثلا الصم تساوي A B prime or A prime B. مظبوط؟ اللي هي ايش ب جيت ثاني اسمها؟ ذكرين A B prime or A prime B X Y prime or Y or X prime Y. ذكرين ال X or XOR gate صح؟ اوكي هاي عندنا هون C تساوي AB، ممكن نعرفهم الآن كبوليان فانكشنز مظبوط؟ فممكن اني اجي اقول الآن اكتب هون مثلا موديول add على سبيل المثال شو او F add، F add مثلا ك full adder او add اللي بدكم اياه مش مشكله. شو الانبوتس والاوتبوتس اللي فيه لهذا الموديول؟ الانبوت A وB اها والسم والكاري هم عباره عن اوتبوتس. نبدا بالاوتبوت، هاي السم وهاي كاري وهاي A وهاي B ماشي. بعدين بدي اقول انه طبعا ما ننساش ايش الفاصله المنقوطه. خلينا نقول انه نكتب كود تقريبي يعني مش كود 100%، اذا نسينا النقطه شغله زي هيك يعني احنا بنكون نكتب جوا البرنامج رسم. مش في كمان انبوت اللي هو الكاري اللي داخله من الفول ادر اللي قبله؟ تمام ولا لا؟ هسا احنا بنحكي عن مستوى واحد فوق واحد فقط ماشي. خلينا هون هذول نحطها هون، هذا الواحد لحاله. تمام. لحظة انا عامل هون هاف ادر، انا متاسف هذا هاف ادر اللي عندنا هون مش فل ادر صح؟ الفل ادر لازم ثمانية رولز. يس هذا هاف ادر مش فل ادر، معناته هون بدي يجي عندنا التالي. الان بدي يكون عندنا A و B و C N والأوتبوت يكون السم و C out مظبوط. وهون لازم تكون عندنا، خلينا نكتبهم هون أسهل، 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 واخر شيء 1 1 1 تمام. هاي للسي ان، طبعا السم والسي اوت بهاي الحاله راح يكونوا كالتالي، اول واحده 0 0 الثانيه 1 0 ساعدوني شو هيدا تكون نفس الشيء ولا غير؟ نفس الشيء. طيب 1 زائد 1 هي 0 1 مزبوط هيك؟ طيب وهون بنرجع كمان مرة 1 1 0 0 وهون بنرجع 0 1 0 1 نعم 100%. هون هون برضه 0 1 نعم تحت 1 1 هاي هون 1 1 وهيك صار اوكي. هذا التروث تيبل الصحيح لا هاي الدائرة اللي عملناه أول كان half adder مش full adder. طيب الآن لو بدنا نيجي نكتب كبوليان expressions ممكن نكتب التالي إنه أوكي مثلا بشكل بسيط إنه sum تساوي summation s تساوي summation للمين terms، أي مين terms؟ 1 2 4 7 مظبوط.
الكاري يساوي السم لأي terms ثلاثة خمسة ستة سبعة، مظبوط؟ هاي بليس، هاي الفونكشنز اللي عندي. طبعا المفروض بعديها وين نروح؟ نروح على الماب نعمل سمبليفيكيشن ونطلع اس كبوليان اكسبريشن ولا لا؟ نعمل 3 فاريبل ماب ونعمل سمبليفيكيشن كله مشان ايش؟ نجيب مشان نجيب الانترنال ستراكشر لانه ناسينه مش عارفينه، مظبوط؟ صح ولا مش غلط؟ هاي اوكي. فعلى افتراض انه جبنا، على افتراض انه صار عندي ال s يساوي بوليان فانكشن و c اصبح عندي ايضا عباره عن بوليان فانكشن، ماشي؟ فجبناهم عملنا سمبليفيكيشن وجاهزين، ماشي؟ شو بدنا نعمل بعديها؟ لعند هون احنا في ديجيتال لوجيك ديزاين واحد، ما عملنا اي شيء زياده. بدنا ننتقل الان للجديد اللي عندنا اللي بدنا نعمله. شو بدنا نعمل هون؟ بدنا نيجي نكتب موديول فول ادر، ماشي الحال، وناخذ البارامترز تبعينه اللي هم بدنا السم والكاري يكونوا عباره عن الاوتبوت سكرين سمول، والاي بي عباره عن هاي ممكن نسميها سي اي، وهي نسميها سي او للتمييز، تمام؟ وبعدها بدي اعرف هون مين هم الانبوتس ومين هم الاوتبوت. ف عندي هون اوتبوت اس فاصلة سي اي، برضو الاس هون سمول، وعندنا هون الانبوت اللي هي A و B و C. تمام؟ بعد هيك شو بدنا نعمل؟ شو بقدر أعمل هون؟ السم والكرم نحط لهم البوليان فانكشن الهام، ممكن هاي طريقة، ممكن نحط السم والكري كبوليان فانكشن، مثلا هم عبارة عن مثلا ممكن يكون عبارة عن A and B إلى آخره، some sort of boolean function اللي بده يطلع معانا هون من الماب، مظبوط؟ هاي ممكن نكتبها بهذا الشكل، وهاي الكري C out تساوي input C I. ليش ما نبهتنيش لهاي؟ هاي C out صح؟ والC out ممكن تكون أيضا عبارة عن A and B some sort of شغلة زي هيك حسب شو الفونكشن عندنا بطلع. فبوليان اكسبريشن. طريقة ثانية ممكن تعملوهم كجيتس نفسها وانتركونكتد مع بعض، تمام؟ بعد هيك شو بدنا نعمل؟ end module، وخلصنا الموديول اللي هو بخص مين؟ بخص الفول ادر. هل انتهى؟ هذا لواحد بس، مظبوط؟ صح ولا مش غلط؟ لواحد. لكل الدائره هاي اللي بدنا نعمل نناديها اربع مرات، نناديها اربع مرات 100%. فممكن نعمل موديول وهون نسميه فور بت ادر مثلا، وهذا الفور بت ادر الان شو بده ياخذ؟ بده ياخذ العدد A وبده ياخذ العدد B، بده ياخذ كمان CN، وبده ياخذ كمان وبده يعطي Cout. بس خلينا نرتبهم من ناحيه الاوتبوت. في عندي S هو عباره عن الاوتبوت، Cout عباره عن اوتبوت، اوكي؟ نضل يعمل الأوتو S C out، بعدين في S C out، وبعدين نأخذ A فاصلة B فاصلة C N. الآن
اس اي وبي واس لازم ايش نعرفهم؟ ونعرفتهم ك وان تايم او ك variable، لكن هم في الحقيقه احنا قصدنا فيهم اري، بدي اياهم 4 بت، اي 4 بت وبي ايضا 4 بت. بديش اطول عليكم، بدي اياكم بس تفكروا من هون للاسبوع الجاي، تفكروا بهاي المساله ماشي الحال، وراح اكمل ان شاء الله من هون كيف ممكن انه نعمل التصميم، وبعديها نكتشف انه كل اللي عملناه ممكن اختصاره بسطر واحد في الفيرلوج. تمام، فديروا بالكم ونلتقي ان شاء الله الاسبوع الجاي. اي العافيه دكتور. الله يعافيك يا رب، يرضى عليك. اي اسئله واستفسارات تفضلوا. اذا ان شاء الله بنكمل الاسبوع الجاي، يعطيكم الف عافيه.